السيد عيسى مراسل أورينت نيوز أيضا من أريحة. مسلم، ما الذي لديك من معلومات حول سقوط أريحة بالكامل على يد جيش الفتح؟ نعم، مساء الخير، مساء الفرحة والانتصارات، مساء لم تشهده محافظة إدلب من قبل. مسلم، يعني في معظم الريف الإدلبي حولنا يعني تكبيرات تضج فيها المنطقة بشكل كامل، مع يعني الناس كلها تخرج إلى الشوارع بفرحة عارمة. أريحة الآن محررة بشكل كامل، يعني فرحة القرب من خلاص تحرير محافظة إدلب بشكل كامل بإذن الله، فرحة اختلط بها الدم الأحمر بالكرز الأحمر المشهورة به أريحة. الآن يعني ما زال الثوار يتقدمون ملاحقة لفلول جيش النظام وشبيحته الفارين باتجاه أوريم والأستراد الدولي. ثوار جيش الفتح يعني لم يتوقفوا ابدا عند هذه المرحله، وتابعوا الان ملاحقه لهذه الارتال الهاربه من هذه المدينه بعد القضاء على معظم الجيش المتواجد فيها. يعني الحواجز المحرره هي بالعشرات داخل وخارج المدينه باتجاه كفر أمجد وقرى المجاوره لاريحه وجبل الاربعين، وباتجاه ايضا معتلم وغيرها، وداخل مدينه اريحه. الناس خرجت، معظم الاهالي المدنيين بامان، وتم تامينهم من قبل المنظمات العامله والدفاع المدني. يعني بصراحه لا ادري، ما لا تسعفني الكلمات، كلمات الفرحه، كلمات طيب. يعني هذه الانتصارات العظيمه في محافظه ادلب. اقترب نصر وتحرير محافظه ادلب بشكل كامل باذن الله تعالى بعد هذا الخلاص من اخر معقل يعني ثابت لقوات النظام. لم يتبقى امام ثوار محافظه ادلب سوى قريتي الفوعه وكفريا ومطار ابو ظهور المحاصر منذ مده طويله، يعني هو شبه منتهي بشكل كامل. نبشر معظم سكان محافظة إدلب والمحافظات المجاورة بإذن الله من قرب الانتصارات وقرب إعلان محافظة إدلب محررة بشكل كامل. نعم، يعني والله فرحة الناس هنا لا توصف أبدا، كما مفهوم. تسمعون تكبيرات الانتصار مفهوم مسلم، ولكن أي بهذه الانتصارات. نعم. أي نشاط جوي للنظام في هذه الأثناء؟ النظام طبعا مستوحش، يضرب بشكل يعني وكثافة نارية عالية في كل الريف الإدلبي المجاور لجبل الأربعين خاصة ومدينة أريحة، وأيضا قام بيعني إطلاق أكثر من 6 صواريخ الأرض واسكود من قبل من حما وحمص باتجاه إدلب، سقطت في قرية كورين وقميناس وغيرها. الحمد لله الأضرار مادية فقط وبسيطة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأيضا فضل انتباه الناس وعدم يعني خروجها بشكل عشوائي. طيب. يعني معظم مساجد المحافظة الآن تكبر والناس تخرج يعني تضيف الحلو ونحن في انتظار رائع جدا. الناس ونحن في انتظار وصول المزيد مسلم، وإعلانها مفهوم. محررة إن شاء الله. نحن في انتظار أيضا وصول المزيد من الصور، ونتابع أولا بأول مع مراسلين وناشطين حول هذا التطور، وهو إعلان جيش الفتح تحرير كامل مدينة أريحة بريف إدلب، ويقوم مقاتلو يقوم الثوار في هذه الأثناء بعملية تمشيط للمدينة. نعود لهاشم العبد الله أيضا مراسلنا من أريحة. هاشم، لو تحسن الصوت قل لنا ما هي أحدث المعلومات التي لديك. نعم، الآن مدينة أريحة مدينة الكرز محررة بشكل كامل. نعم، كما أسلف زميلي مسلم، قوات النظام قامت بالهرب باتجاه أورم الجوز برتب كبير. جيش الفتح يلاحق فلول قوات النظام باتجاه أورم الجوز. عمليات التمشيط الآن داخل مدينة أريحة ليس بأقل من 24 ساعة تحررت مدينة أريحة، ولكن بأقل من 4 ساعات تحررت مدينة أريحة. كانت تجهز منذ الصباح الباكر على التجهيز لمجموعات النظام. العصر بدأت عمليات التمهيد المدفعي بالمدفعية الثقيلة والرشاشات. تم تحرير جبل الأربعين بالكامل، قرية فرنجد المحيطة بمدينة أريحة، تحرير حاجز الصناعة جسر أريحة، تحرير الكراجات، تحرير الأمن السياسي. وصل الجيش الفتح إلى قلب مدينة أريحة. الآن تتم عمليات التمشيط بشكل كامل. قوات النظام بحالة هستيرية شبه وليست شبه منهارة، ولكن منهارة الحواجز في القياسات وفي بالقرب من أورم الجوز والحاجز المعصرة. يقصفون بشكل هستيري الريف المحرر،
ايضا كان هناك ثلاث صواريخ اسكود سقط احد منهم في قريه كورين والثاني في الشرقي مدينه اريحا والاخر في قريه اقمناس، والاضرار ماديه والحمد لله عنايه ربانيه في الاهالي لصد هجمه النظام و قصفه الهستيري وانتقاما من المدنيين عندما يحصل على الأرض يقوم بقصف المناطق المجاورة لمعسكراته. طيب.